يعتبر شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، لذلك كان لابد لنا أن نقدم لمحة عما يقدمه المركز خلال الفترة الماضية. يعتبر مركز الأورام في مشفى المحافظة في إدلب هو المركز الوحيد في الشمال المحرر الذي يقدم علاج مجاني لجميع أنواع السرطان. في حال تشخيص سرطان الثدي فهو يقدم العلاج المجاني لهذا النوع من السرطان، العلاج الكيماوي والعلاج الهرموني. يراجع المركز وسطيا 600 مريض شهريا، منهم حوالي 40 إلى 50 مريض مشخص حديثا.